اليوم في سناب ولا ما في سناب؟ اليوم في سناب. اليوم ليه بلاك متو قدي هنمونه. اليوم ليه يعني شيء سناب اليوم في سناب اكيد. لا اكيد 100% 100%. ليش يريد سناب نفرات؟ مسكرة هذا نمونا. أنا في سوق اللي في مسكرة نورات. زين بارك الله. في ممكن في سالان هذا نمونا في أنا بيكر. هي. هذا نمونا. زين ما شيء مشكلة يا متو. شو اسمك أنت؟ أنا متو. شو؟ متو أنا نيم. لا كامل نيم فل نيم. متيا. لا كامل. كربيا متو. أو كامل فاميلي كلش بابا يدك. كربيا متيا أنا نيم. هي وبابا وماما من هناك؟ ماما بي راكاي. رقية. راكاي. إنزين وبابا يوم الهي ولا يوم لا؟ اليوم. يعني شيء سناب ولا ما شيء سناب؟ شيء سناب اليوم هي شيء سناب. ها؟ سناب. I can't hear you. اليوم سناب. هي look here. اليوم سناب. إيه بيشوف في سناب ولا ما في سناب؟ اليوم في سناب. في ها؟ اليوم هي سناب. شو؟ اليوم في سناب. ما اسمع. اليوم في سناب. بعد مرة. آخر مرة. اليوم في سناب. ما اسمع. اليوم في سناب. شوف آخر مرة. دلاس. اليوم في سناب. في شو؟ في سناب. اليوم الهي شيء سناب. عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. بيمسين على المطابخ شيء لهم ثلاث أربع مهرات. هذا مثل ابتكار نفس اليومي اللي كل يوم، لكن هذا الله يحفظكم بسطرنا. صبري فرنشة. هذا البسطرنا مقرب مفروم صار. وهذا البيض مع كويكر. يس. بيضتين مع ثلاث خواشيج كويكر. يلا عاد. لازم شارك القرص واحد في سنت خد لكم. ها كوست هيك وفته لازم قرص واحد. يعني عبارة شكل مش واو لكنه بسم الله الرحمن الرحيم. صلاح شو يا ابننا؟ انت وين انا موجود. وشو يا ابنك عند الحريم هنا المشكلة؟ ها؟ هاي بيع الحريم يلا ساتر وتياب لنا. وين الحب اليوم؟ وين البوسة؟ بابا كيكا. وين بسير؟ ها؟ وين بسير؟ وين بسير؟ بول. انزين. هذا نفسه. نفسه لك ها. نفس الطريقة الأولية، لكن بدل ما يحطون لا سمسم ولا دقة في الخلطة، بس كوكر وبين لكن تحت الحمسة ينحط بيها الحمسة الحشوة مالة القرص بسطرمة. يتخلى عدلين لين ينبأ ببرعج كم هم ماني مرت فرنشا يونيت ثينك يونيت من 5 إلى 10 دقائق يجلبون عقب الوجه الثاني وبس. عاد عيسني ترياك. Good morning. ها؟ هذا كله بتشل انت عندك؟ ما بتصير. وين بتصير اليوم؟ وين بتصير؟ محمد. وين بتصير؟ دبي. زين صار دبي صار عند اوادم سيريا قدام يد ورا. لازم تشل لهم اغراض واشياء. شو رايك؟ يلا تعال. انت هذه لا ما بالحين اصبر قبل ما تصير بيحطوا لك اياها في السياره. ما بتيس عداري؟ شو بتشوف؟ متعني مصطلح اللي يخوزها بعد أجود الدروس. صراحة
اللي ما يدري بيدري من ترتيبه. اي يا فضايحنا ويا لومنا. انزين شو اخبارك؟ شو علومك؟ وين سرت؟ وين جيت اليوم؟ خلاص دفع شويه اليوم الصبح؟ صبح الصبح سرت عندكم خلاص؟ ايه انت تسيب عندكم خلاص وديتين ودي وحده؟ وحده الصبح انا معاه. انتم مشكارك؟ ايه بلاكن. ايه شو بلاكن؟ ما هذا ذهب عيوبي؟ بسرعة بسرعة بنطلع حتى. والله شو بقول لك يا فرنشا. زين عادي يعني ما بواو لكن فنان يعني اتوقع انه عادي يعني اعتقد انه اقول لكم الخلطة اليوم زينة لكن اتوقع 90% الخطأ انه حطينا كويكر وايد. الكويكر نسبة الكويكر على حسب شيء قاعد يابس والقرص من تحت محلنه البسطرمة يا اخي الكويكر وايد حطينا كم هم ماني سبون يو بوت دواركا فور ذا كويكر نعم فور ذا كويكر استري سبون اند باستورما 3 بيس اوكي نو نيكست تايم ذا كويكر بوت 1 اند هاف سبون اوكي ثانك يو ذس اي ويل نوت ايت ات. على فكره هو زين لكنه ثقيل وايد فلذا قلت له الحين بوت 1 سبون كويكر اند 3 سبون سمسم with the pastrami the same ترتيب yes. and egg two eggs yellow. one yellow one with yellow and the other one without yellow okay, yeah thank you bye bye يا ابو ما يا زري كان تبون الصدق صحه صح بعد زين ما اكلته صحه زين شو تريكت انت صباح هذا دباب شباب شباب اليوم غداء ريوقهم ايه اشي برامي الله هذه هذا وين؟ كيكة عزة أشوف خله هني أشوف خيبة ما صحيح؟ متى طلبتوها؟ الصبح من الصبح ما شاء الله كم وحدة أخذتوا؟ أربعة كم؟ كم وحدة؟ ثلاثة أو أربعة؟ أربعة حق منو؟ لا ثلاثة كم وحدة طلبتوا؟ ثلاثة واحد اثنين خالو وواحد مال مريم إيه زين بعد وأنا ما أخذتوا لي صلاح؟ إيش بس ما أخذتوا لي؟ شكب الرحام حام لا بحرام ولا شياته سكت يا ربي يا صلاح صلاح عيب حبيبي زين صلاح اعطوني وحده بوديها البحر صلاح اعطيني وحده حق البحر شك شك انا صلاح وحده ما بتعطوني حبيبي صلاح صلاح كل ها ها عاطلكم ها يميع لك شهرها كل ما اخذت انا عنك بيزات كل بلاش عاطلكم ها يميع الدنيا كل بلاش عاطلكم زين انت صلاح حبيبي اخ عليك يا صلاح شو يا قديت بخيل لا ما بخيلاتي واحد بابا تعطيني وحده صلاح خبر شيء اثنين في هناك سياره شو يعني مات بابا يخبر هي باعه متروع منه يسمونه ايوه يا صلاح ايه ايه شو بلاك محينا شو بلاك اقول ودي داخل ايلس الحين صلاح شو تريد انت زين ما بالحين حبيبي قبل ما تحركون انت بتغدوا عندنا ولا بتغدوا في دبي مين هناك شو اسم فريجهم مكان راشدية ايوه انزين يلا اقول لكم اليوم اذا الله جعلنا من الحيين بنسوي لكم الخدمه الرئيسيه اليوم خنفروش خنفروش الاصلي ما بالخنفروش اللي بيض ريج ما بالخنفروش اللي ماء وبيض وعيين الحدم العربي يسميه خنفروش وهو ما بخنفروش
الخنفروش لا ينحط عليه لا شيء لا 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 دبس ولا عسل. الخنفروش اشكره منه فيه ويغدي حالي حالي رقم واحد. والخنفروش من النوادر حد يصيب الهدف، الهدف من النوادر حد يصيبه. انا في العشرة في العشرة 20-30 بيت اسمعهم يطرون خنفروش خنفروش يوم اسير اطالعه ولا نلقيمات صلاح خلنا نرمس. فلذلك احنا بنرويكم الطريقه، طريقه العين وطريقه الصب. انا اقول عليه انت شغل خلاص بكره انا راعي شيل سماد خلاص سماد كلش الحين لا نبى نصور العرب طريقه السماد. ايش قال تسمد؟ هذيل ونص زين الحين بنسوي صوره شوي زين بتريق ما تريق انا؟ تريق؟ زين بتصير العين انت اليوم؟ بكره زين انا الحين بصير بتريق وبي اصور طريقه السماد. اقول لكم الحين ترى وصل موسم السماد شهر 11 و12 و1 و2 و3 التسميد للزراعة العادية اللي في البيت. يقولون والله السماد ودي وحده ولا وديتين، لا اللي يقول ودي ولا وديتين هذا غلطان. التسميد على الله يحفظكم الطريقه اللي انا برويكم اياها تقولون حتى كل شهر تسمدون، كل اسبوعين، كل 3 اسابيع، لان الشيره مثل بنادم عيشه يوم ما تدافع عن معيشه سنه. حد من لان خلاص تسدها تعطيها في السنه ودي ولا وديتين سماد، لكن الشير اللي من غير اللي الحمضيات واللومي و والهنبه والشخاخ والسفريل والورد وكل انواع الفواكه اللي موجوده عندك في البيت يوم بتزرعها يوم وقت التسميد احمن يبرد الوقت يظهر سيل بين فتره والثانيه تر شويونه سماد. براويكم طريقه التسميد اللي انا متبعينها من سنين اللي من غير الله واعلمهم، لكن انا هذا موال مني وهذا اللي متخذ لنا قرار وماشي على هالنهج اني يعني معيشه يوم ما تدافع عن معيشه سنه. يعني كل 3 اسابيع ودي وديتين شوي شوي ولا كود وتصدم الشيره باللي حاط لنا اهلها. الحين برويكم الطريقه. يا سلام شوف حطي تحت وين؟ ايوه اليو الحين صح بس انا الكويكر خليناهم يزيدونه. ان شاء الله بخ رقم واحد ترى الدباب يخلينا نحن نتريق بعد شوف وايد اخير عن الساعة من شيفه اصلا يبين. يا سلام ايه ها شو مزبوط رقم واحد بتحركون صلاح. صلاح ودر التليفون يعني حين اريد اصور معك يقولوا لي ما تصور صلاح كل الدز بالويه انت يعني الحين ما يبوني انا العب كلهم يبونك انت. زين انا شو اسوي؟ ها كل معجبين ومعجبات سبات معجبات. زين الحين شو برنامجك؟ الحين من الحين من الحين بتصير وين سيده؟ سيده ند الشبه؟ شبه بيت وين؟ شبه بتصير ند الشبه. زين وخلاص بتغدى عندهم ولا بتغدى وين؟ ميم. ايوه بتغدى عند ام مريم في راشديه. هي ما بالراشديه منطقتهم؟ اي قريب. قريب من الراشديه؟ دقيقه. انزين عاد انا الصراط وايد غدي خرس. اي لا تاكل وايد حبيبي زين؟ يلا متى بتينا؟ ما اعرف. لا. اساسا لا 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 يوم السبت تضوي. اساسا مو انت السبت. أسبي سافر إيه؟ هكو الدرب ثاني وثالث ورابع يا عودة هبا أشكر فنك. يلا مع السلامة يعني يلا محمد عدى على عمرك صالح يحيين حسن زين صلاح يلا عن تسرعون صلاح عن السرعة إيه ولا تاكل من هالكيكة اللي مودنها هي ما بودي كيكه انت كيكه عزة هديه اكو هاي حقي انا وحده وانت شال هنتين لا تاكل منها في الطريق انزين.
يا باي باي صلاح. دا ماري يا باي باي بعد صلاح مع السلامة بعد. يا ربي العيلة لي فيك صلاح الله يحفظك. شو طريقة التسميد الله يحفظكم. شيول بس شيول ينضرب ويدور مدار الشيرة. هاي الشيرة هذا شيول واحد هني وشيول هناك وشيول هني ثلاث حفاير ويندكن على ما تشوفون قفتين ينحطن تقريبا كيلو بس كل شيرة كيلو ويندك لين إن شاء الله عقب 20 يوم ولا 15 يوم. يلا 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 رجب عجل عجل عشان التصوير كأنه شيئا لم يكن. وين القطار وين يمشي الماء ولين عقب إن شاء الله 15 يوم الحفيرة هاي استوت هني. لا نسوي عكسها وحدة هني وحدة من هناك وحدة الطرف هذا العكس خلف خلاف وعقب 20 يوم بعد نرد نفس الطريقة على هالحالة. كل 15 يوم نسمد. السماد موجود اللهم لك الحمد والكمية تقريبا نص كيلو ولا كيلو ولا ربع على كل شيرة. يعني كل شيرة تحصلها تقريبا 2 كيلو 2 كيلو كل 10 أيام أو كل 15 يوم بهالطريقة. ما يخلون السماد مفقش فوق مغفي ما شي فايدة ما تستفيد منه الزراعة ولا شيات. والطريقة هذه لا بيظهر ريحة ولا بيظهر يخيس البيت ولا بياضيكم الذباب أبدا. صدقنا إحنا ما دلنا لأن هذا موسم وعلى هالمنوال. شوفوا يلا بسرعة عاد ثلاث حفاير يندكر على طول. هاي الثانية وهذه الثالثة وعقب أسبوعين الحفيرة واحدة هني وهناك والطرف هذاك ثلاث أطراف شلها حصاة داخل. يا الله بس وانت ساعة وين انت ساعة على هالحالة. ها كل البيت ينسق الماء انما بتيلس تعطيه ودية لين عقب الحوض ما بتسمده. كل انت اليوم شوف عاد يمتزق بطن خلاص ما بتحتاج تاكل ازيد. لا الأكل أبوي هذا حلى يتودمه يعني وقت الحرارة والحرورة ما حد يروم أبوي يأكل شيء الدسم. الحين وقت الشير وقت التغذية الصح الحين تتغذى الشيرة فلذلك تشتغل وتقاوم الأمراض وتقاوم الآفات وتقاوم الفطريات. وفي شيء رش ينرش يعني كل شهر ودي الشير ككل يعني في رش عضوي اللي هو غير ضار شيء وايد زين بعد. وحين بنشوف نصور لكم طريقة الخنفروش. شوفوا من سماد لخنفروش شو أقول لكم كل شيء تبع كله. الله يحفظكم للي يطلبون ذوابه ولا رد مش إنه ما رد عليهم قلنا له أبوي ذوابه حين مبزاه بماشي الزبد ما أدري منو دق أبوي من تحت في راعي الشركة اللي أنا أخذ من عندهم هاي اللي تبع المزرعة وعطاهم سعر أحسن. وردوا خانة وبوي بصداقتي أنا أنا صديق المون من كم من سنة وياهم نسيب مشيت عاد الباح وزخيت المدير العام بكبرة قلت لي بوي يصير لكم دري ولنا ويصير لنا آخر الدنيا وما تعطونه تقولون بعدها ما تيمعت الكمية ما تيمعت الكمية. أبوي لي عندك أبوي بيعوا من تحت لي تحت يجيون هم أبوي من شرق وغرب. يوم اكتشف أبوي جلب عليهم الضبة وسوى لهم انقلاب ما تعطون سامان إلا خالد. نحن متفقين وياه من هالكثر سنة أبو محمد أبوي أنا والله يبكون أني أدي بيزات سامانهم قبل ما أخذه قبل ما يحملون بسيارتي أني أدي بيزات. أول ما توصل السيارة آزنة والسيارة عند الباب وهي خالية ونشوا وكودوا في المرية العود الزبد لين اتياهش وردوا آزنوها من يد ويديد ما تدعطونا أبوي شيء بلاش بخشيش بلاش ما تدعطونا شيء. مرة كانت بقرة والد عطونا شوية حليبة صربة وسوينا هلا أبوي جسمناها بعد وبعدها كل يوم بعد ما كنت أنا موجود ما لحقت عليها بالرغم أنها كانت في خاطري. أقول لكم والحمد لله الحين تصلحت الأمور. الحين باجي يومين ثلاثة بيضول الزبد الليلة وبيصيرون إن شاء الله البيت وبيصير المزرعة بيحملون بيجيبون. يلا جعلنا من الحين ان شاء الله الاسبوع الجاي تكون الطلبيات جاهزه ان شاء الله.
ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. مكونات الخنفروش، الخنفروش أبوي ثلاث بيضات بالعدد، بيض دكان، فنيالين شكر، فنيال ونص طحين رقم واحد، ونص فنيال طحين عيش، خاشوقة من الكبار نيدو، وخاشوقة من الكبار قناد، ونص خاشوقة بيكنج بودر من الصغار، وربع خاشوقة مخمر، وريحة زعفران هذه تشوفونه. يلا أهم شيء، أهم شقل، أهم شيء الحين في الموضوع كله شراخ البيض مع الشكر. هذا هو ياخذ تقريبا مش أقل من عن 10 دقائق. أهم شيء هذه نحط هذا كل المكونات تنحط مرة واحدة. شو لازم برا؟ بس الطحين. كل المكونات هات تنحط وتنشرخ، ياخذ وقت على الأقل 10 دقائق لين يقب فوق الطحين مرة عن وجه عنبراطم الطويسة هاي اللي تشوفونها. تقولون ما قلت احنا قصنا على اخر شيء الحين اقصر ما يكون رقم واحد. هذا الطحين رقم واحد، طحين العيش نص فنيال، ونحط عليه ابوي طحين رقم واحد فنيال ونص. راح ما ياخذ ابوي، شوفوا لازم تكون العينه لينه بهالطريقه. يلا حفيظ بسرعة عادي. شو قوام الطحين؟ خلص المكونات. شو ها قوام الطحين؟ يكون هالنمونة وايد رفيع يكون. هذا أهم شيء في العين، ها ما يكون غليظة، يعني أخف عن مالت الفقاع وعن مالت القيمات. بس صلاة، عرفت هذا منو؟ هذا من هالخبير السناب اللي سوى ترتيب مع سناب. شو رايك؟ شو تبغى يسوي لك الحين انت؟ كلمتي عادي عادي. شو صلاح قول لي؟ شو تبغى؟ شو تريد؟ انا بدك التليفون. لا لا لا. كله هي. هي يقول لك يبغيك تسوي له جروب يوم بيسوي رساله تروح حق الناس كلها. صلاح حبيت انت قبل ما حبيته؟ حب عودة لازم صلاح، حب صغيرة هذه بس السدة. انت بتعطيه فلوس ولا بلاش؟ ما بتعطيه ميزات؟ من هل يبقى هالخدمة ترى فري، بنسوي له جروب وبنسوي له برودكاست بصير يرسل لكل الناس. يا سلام يا سلام صلاح. هي يقول لك يوم يبي يصير دبي الناس كلها تعرف انه صار دبي، صح؟ هي شو بعد؟ بس بتصور. فيديو ترسله بالواتساب. تختار وترسله على الواتساب. تمام؟ هيك يوصل لكل الناس. خلاص صلاح؟ قلت له شكرا؟ يلا. عرفه؟ عرفت صلاح؟ عرفت له؟ لا انت طالعني، انا طالعني، انا ما بخوك. ليش ما تقول لي شكرا؟ شكرا. عفوا. اليوم الاربعاء ترى، اليوم يوم الله، اليوم يوم الله، فهو جاي عندي وسولفنا ويا صلاح وعلم وخبر. اخر شيء الحين عنده شو اللي تخبرني عنه؟ اللي حدثوا الايفون استوى عندهم. شوف التحديث الجديد اللي صار عندهم، التحديث الجديد، وعلق التليفون على اشاره الابل يجيبه ان شاء الله، نحل الموضوع وما نمسح اي شيء من التليفون. هي ليش؟ لان ايوه اذا يودون لنا المحل شو يستوي؟ لانه بيروح ابل او اي محل بيمسحوا كل المعلومات. فيستوي سوفت وير ان شاء الله نقدر. المحلات اللي غير عنهم هم يستوي سوفت وير، يعني يمسح كل المعلومات اذا تيك المشكله مالت التحديث مال الايفون. الا هو ما شاء الله عليه الباهس، قلت له اخذت ابليس ويداوي. لا عقد صداقه ويا صلاح حينه. انزين يقولك على يقول لك تليفون على رقم خبير السناب اللي هو كم عاد بسرقه ما ينتهي هذا 050-99-0. الله يحفظكم. وصلنا ساعه الصفر. الخاشوقه هاي لازم ضروري، وحلم ليليس صحن داخله كلينكس، وهذا التاوه هاي اللي تشوفونها لازم تكون تيبال، ولازم تكون وسيع وتحتها مستوي سيده ما فيها يفر من داخل،
ولا تكون مدببة ولا محدبة لا. والضوء هباب ما تلحق شوفوا، لأن العين عبارة عن بيض وشكر، بيض وشكر ما يقهر بيحترق في لحظة واحدة، فلذلك الضوء لازم تكون ناقصة. والزيت ها ما دكان، يلا أوشي، ها هاي طريقته. لازم بسرعة يكون، لازم وايد بسرعة، أسرع ما يكون. الصب الأولي خلصت لها كامل، ها لازم السجي من فوق، ها أسوي وقت الجلب. ما يحرج بين كل صفة وصفة، لازم تحط كليركس عسب كان شيء دهن يتشرب. ها هذا التجربة. فشي أقول لكم وايد صعب، مش كل حد يروم يسوي، وايد صعب ويباله بارد. ها بسرعة يحرج لأن الشكر ودهن بعد شو شكر وبيض، شو خليه ما شيء خليه. أسرع شيء في الدنيا يحترج شو الشكر. عاد ريح تضرب في خمرة الرأس، ريحة القناد والزعفران، يعني هذا اللي يحط فيه القناد والزعفران. أنا غير ما أحط، يعني أنا الخدمة الزعفران والقناد ما أحط أنا في عيش وغير عيش والأشياء هذه. ها شوف الضوء، ها هباب ما تروح التاوة. وصف ورا الثاني، ترى هذا يعني حق نفرين، يعني لأن العظم هلا ثلاث بيضات الحين، ما ب 300 بيضة والزيادة لي بتر. هذه طريقة الحين، شوفوا امسك شوي شوي جاي جاي داخل، ما تقول في عيين ولا شيء، ها يا غير بسكوت وحاف شيء لا صار ولا استوى، رقم واحد لكن شغلته متعب، مشكلته ان شغلته متعب. يا سلام. يا غب رايكم هذا، لكن الاخير والاولى فنيالين طحين رقم واحد وفنيال طحين عيش. لا تقولوا ما قلت لكم فنيالين طحين رقم واحد وفنيال طحين عيش، هذا الأولم. أي رقم واحد قياس ثلاث بيضات من الدكان الأولم، ترى يبين على العيان. خنفروش الله يحفظكم، وايد هالعرب اللي تقول خنفروش وخنفروش، الخنفروش الصدقي هذا الخنفروش الصدقي، ما عدا ذلك كل يدلو بدلوة، كل يدلو بدلوة، وأنا أحترم آراء الناس كلها. يا غير هذا هو الخنفروش، الخنفروش لا ينحط له شيرة ولا ينحط له دبس ولا ينحط له عسل، هذا أبويه هو اللي يسمونه الخنفروش الأصلي، الأصلي هذا هو الخنفروش. حد من الوادم القي ما تسمى خنفروش، حطوا زعفران وما ومغروه وبصبغ وحطوا جدوا عليه بيضتين، قال أبوي هذا الخنفروش. لا الخنفروش هذا هو، وما بيجيك يشرب دهن، يجي الدهن يزح في اللثم، لا لازم ما يشرب دهن. كيف انه شو عسب تتلاشى انه يشرب دهن؟ الدهن يوم وقت الصب ما يكون عسب غادي قرص الخنفروش وافي، لازم الدهن ما تزيد عن نص رايبه، نص انش. وتاوه الخنفروش ما يخدم فيها اي شيء، شوف التاوه هاي الحين اللي عندنا نحن، هاي يمكن من 3 لـ 4 سنين، ما حد يصكها بيديه، ممنوع أي شيء ينصك تاوة الخنفروش، ما تخدم عليها بيض وما تشوه، ما تاوة الكباب روحها، تاوة الكباب 3 لـ 4، وكل شيء وله شيء، كل شيء راعية البيت روحها لازم تنظم سامانها وتخبر بشاتيرها، وبين يوم وترك تدخل تسوي لهم ريفرشنج، تسوي لهم دخول مفاجئ، هب دخول مفاجئ بس على تيرفور رايلك تدخلين، لا حتى على بشاتير بيتك تسوين دخول المفاجئ هذا. هذا المهم اللي أهم عن تليفون رايلك، بطن رايلك، بطن رايلك هو المهم تحاتينه. يا ربي الهدر بامك ترى، يلا برايكم العيان
راعية البيت أو الطباخ أو الخدامة عينها ميزانها، ما حد يقدر يمشي على الصراط المستقيم في المكونات. عينك ميزانك، قوام العينة تحدده أنت اللي ياس تعين، أنت اللي ياس تعين تحدد قوام العينة، لأنك في حال أنك العينة يت غليظة بيغدي ما يتشاهد، شرات الكيك بيغدي شو استفدنا؟ لا، عساسي غدي خنفروش ومنفوش من داخل، ما بيجي إنك كأن صبية اسمنت ولا نورة بتلوصة في وي حد ولا بتصلح بهاي دار. لا، لازم العينة تغدي لينة ألين عن جريب، شوي أغلب عن صبة الكباب، شوي أغلب هباب ما تروي يعني تروم تقبضها تسيطر عليها باليد، وغير باليد ما تنصب مستحيل. اللي يقول لك خاشوقة ما كذب هذا كلام أبوي. والخنفروش على الله يحفظكم، لأنه وايد صعب، ما ينخدم حق الحماميل وما يخدم حقهم اللي العشرة منهم ما يمزرون محارة، لا الخنفروش ينخدم، يخدمون الأوليين للشيخ يوم بيي ولا اللي جاي من الغزو ولا أبوي اللي ساير أبوي الولد الكديد هذا ويخدمون أبوي صبحية في العرس للمعرس، ما يعطون أبوي كل هب ودب. هاي ما بمال ضيافة 24، هالي يقولك والله نحن أفالتنا خنفروش نزين غناتي راويني الخنفروش، هالي حاشرت النعس عليه انتي القيمات وحط عليه شكر ولا دار عليه شكر ولا دبس ولا عسل. هذا ابوي ها بربر جدام، اش بربر جدام، لا تقولين ما قلنا لك. هذا ابوي الخنفروش هذا هو الخنفروش اللي فيه وشاب يقوم يطيح يشافي تنطاح. لا تشتكي حفظكم حين هنا زهب عمري يا رهيبي. هاي ابوي حطه وحين هاي شوربتي والخضره هاي حين اليوم سوتيه ماليها باميه وملخيه. وين عاد الخاشوق اللي حق الملخيه؟ يلا نقضي يلا جهنم من الملخيه ضو. هاي السوتيه عاد الباميه، والباميه على الله يحفظك ما خليها يهتونه يغدي مره مهري، لا ربع نظيه يتقرض في اللثام تحت الضرس ينقرض وايد ضروري، ويغدي ألد يعني ألد وفايت فيه وفوايد البامية عاد عد وغلط طعم على ذهن. وايد ضروري البامية عسب تستفيد منه، حباب ما تلحق الضوء. والملخية بعد نفس الشيء. قوامها غليظ ما بيعيت انك نم الخش. ممكن تقول والله عيالي ما يدانون هالبامية، ما يدانون هلا تختارين البامية الكبيرة، وحتى البامية الكبيرة هذه شوف ها كيف تعرفين البامية زينة ولا لا، تقبضينها هالنمون يوم اللي بيصير ياخذها لازم هذا الراس ها هاي زينة ها شوفي ها هاي انكسر راسها ها شوف هذه هاي مبزينة هاي حق الدبش هاي ما شيء فيها فايدة رابل هاي تغدي يسمونها مجسية. البامية الزينة شوفي مدقينها روحها تنفصل، واللي تغادي يغادي راسه يتمايط عقيها ابوي للدبش ها هاي زين. وانت سايرة اللي راسه يتمايط هاي ما تنطبخ ها كله زين. شفتي هاي ها تتمايط ها راسه يتمايط هاي ابوي ها مرة سيد حق الدبش. يلا فهمتي هبل تاخذين وتغفين على تشرب شاتير عيستيني وانا فهمت. يلا هاي وحدة ملقوفة قالت والله نحن ابوي ما نحيد الطبق الرياي اللي يدخلون المطابخ. منو قال لك مايه خيار العرب تطبخ احسن ناس في الكون؟ انت طالعي انت دخلتي مطابخ او مطاعم لا تلقطين الطبابيخ ريايل. الريايل ابويهم هل بالذوق، الريايل ابويهم هل بالسنع، الريايل ابويهم هل اللي يعرفون العلم والخبر اللي في الدنيا كله. انت ابوي تعلمنا الا من عقب الريايل. الريال ابوي من تحط المعلومه في مخه ما ينساها. انت تناقمتي وياه سويتي له غدا بلي ملح تفاتنتي وياه ولا ما وداك بقعه نقمتي بيتي بلي عشاء بعد الحين اللي شراتك يرمس. لا 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 هاي معلومه غلط ان الطباخ بس للحريم. الطباخ اول بادي للريايل
أقلط شوارب في يطبخون في المقانيص وفي البرور وفي بيوتهم وقت الضيف عند العمات سيري. قالت والله المطعم الفلاني الشيف ديفيد الشيف إدوارد الشيف فلان الشيف علان الشيف سليمان القصار والله والنعم بداود. انزين هذا ابوي العرب لي تطريهم ما طروا الشيف فلان ما في ابوك تطلع وحده من هنا اللي تابعني بتنقمني ولا جليل الشيف شفات الحريمي غدن من النوادر لكن 99% كله بريايل هم الذويق ابوي الريايل. انت مبلي ريايل ابوي ما تسون اردي والله صدق بالحرمه بلي ريل وين تتشاهد ابوي الريل هو عمود الخيمه هو السند وانت ابوي بعد الكل في الكل. يلا برايكم تعرف شو بسوي الحين حطوا غدانا بتغدى بعين من الله خير بيكم عندي خريري في صغيره ولد فنانه ان شاء الله اني اروم عندها بشوف ان شاء الله ما بكثر في الاكل ان شاء الله. غداي ابوي صافيتين مشويات اهل الكبير حدود عادلك مثل الكبير وما شوية أكبر. زين المراد بتغدى الله يحفظكم وبرد بعد عليكم عندي خريري في غاوية فنان بتعيبكم هذا على الريال الله يحفظكم من سوريا ودور الحرمة لقط الحرمة في منطقة يسمونها المصنع. المصنع بين الحدود بين سوريا ولبنان بنيات هالمصنع يسمون الفريج هم المصنع وحتى المركز الحدودي اللي بين سوريا ولبنان اسمه مركز المصنع. فملكات جمال يقول لك وعد لكم عاد القصه من عقب الغداء ان شاء الله جانا الحقيقه ستزقرني محمد تعال 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 بحطوا الغداء يوم حطيته لان بعد ما ذهبوا وما حطوا الوعيان والسفره كامل يعني تو باديات بشكارات يصفن صحون. المراد تقول لي شو بتيس قلت عندي خريريف صغيرونه قالت لا 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 الحين خروفك بتبطي ونحن بنتغدى. انت شو الخروفه قلت لا تبين الخروفه تعالي يلسي وياي خاري واسمعيها لايف. قلت عن ابو قوية عاد هاي لايف هاي يعني والله على هو على هو مباشرة حد ابوي في التليفون حد ياسين والله كان ما سوي راوي انا اخر الزمان. يلا بنتغدى برد رمسكم والله رديت لكم من هناك عرفت السالفة هاي. يلا يعني الله يحفظكم عرس الريال خد هاي البنية البنية زين ليه في الدنيا كلها مكود فيها ملكة جمال ها بنات المصنع يقول لك. انزين هي المصنع تابع حق لبنان والريال هذا سوري قال حين هنا نخليت هالبنية في نص عند هلي وفي نص فريجنا في نص فريجهم يعني ابوي يا يخطفونها يا تشرد يعني وتحيدون هناك الدنيا فري عندهم في هاي البقع. لكن انا ابوي اتروع لي حد يخطفها ولا حد يغدر فيها ولا شيات هالبنية المزيونة وانا ما عندي حد يحرسها وانا يوم اداوم ويوم لا. لكن ابوي انا ابوي بسكن وياها في البر ويوديها في نص في ربع الخراب وين بيس مضيع عياله ويدق لابوي هاك الخيمة والخير والحلال وعنده وازم ابوي يوم يداوم ويوم لا. اليوم اللي ما يداوم ترى يمسي عند حرمته واليوم اللي يداوم ترى قابط عاش وقت يوم ترى في دوامه ويوم ترى يمسي عند الحرمة يوم في الدوام ويوم يمسي عندها. يوم ابوي عدى هاك اليوم بيظهر بيصير دوامه ها ام فلان قالت شي في خاطر قالت هنا في خاطرنا ابوي في سهيج نبى متروح في خاطرنا ريحه السهج نبى ابوي سمك. قالها فالس طيب ما طلبتي لو جتي لكن عاده انا بجيب السمك باكر ورا باكر اليوم اللي ما بداوم فيه بناكله. قالت له انزين شعورك وهدايه الله هدا ما قلت الا الصواب يا ابو عيالي وطرق عداه ابوي ما عداه يا بالسمك وياه. كان قال هندوشة حينه اليوم لا تسوينا هالسمك اليوم انا في الدوام لكن باكر يوم بصبح انا اوف ما عندي دوام سوي لنا السمك بمسي عندك وبنرمس وبنعي من الله خير وبنسهر وعندك كدونك بنعي من الله خير. يوم اصبح ابوي نهار ثاني يتريى الغداء غرفي يا حرمه نهار ثاني وقت الغداء غرفي نشت ابوي ما جابت حطت الخيار اشوف خيار وين السمك؟ قالت يا ابوي ضوان عليه القطاو وكلن قال بي يا حبيب النبي يوم انا وانت ابوي من شبي ياسين ابوي رقاد وهيله ايش خير ابوي القطاو ابوي كلن السمك وحين بالله عليك بدال السمك
قدانا سمك بتطعمينا خيار، قالت بنطعمك خيار، هذا الجود من ما جود يا ابو عيالي. الحين في هالبر هلك لحلم له ما شيء قطاع، وين ين القطاع؟ لك استخلف الله، لا حل ولا لا حلي ولا قوه. عاد الحين يقول الغيل يوم عدنا حار ثاني بيصير الدوام، هام فلان شايف في الخاطر؟ قالت لي يا ابو عيال في خاطري في حمام، في حمام. قالت له قالها هي نعم، قالت لي هي نعم. قال فارس طيب ما طلبت لي وجدتي. يوم يا نهار ثاني صار وخذ يابل هالحمام مقطع ومزهب وزاهب منظف. قالت له يوم عد قالها نفس المقوله الاوليه، المقوله الاوليه باكر لا تسوي باكر علي دوام، لكن ان شاء الله ورا باكر اخدمين للحمام. اليوم اللي انا عندي اوف بناكل وبنتعلل وبنمسي وبنضحك بندي نعيم من الله خير. يوم ابوي عدى نهار ثاني حطت حطي الحرمه يا ام فلان حطي الحمام. قالت وين الحمام؟ صفق وطار، صفق وطار. انا جايب الحمام بلي روس كيف يطير؟ قالت لي بقدره قادر يوم ربك يريد. كيف الحمام صفق وطار وانا جايب لنا مذبوح ومنظف بلي ريش بدمامين تقاطر؟ كيف يعني الحمام يظهر له ريش وترد له الروح؟ قالت اقول لك بقدره قادر، قدرة قادر. فقيت شو بيسوي؟ يا صادق صدق لا حول له ولا قوة. حط ابوي عمره وقيل ابوي بلي غدا ويعزم ابوي يضرب اخماس بس ده. نهار ثاني ابوي ساير دوامه، هو ساير الدوام افترد ديلكو عنده. قال شو شو سالفته الحرمة؟ جبت لها سمك اطعمتني خيار، جبت لها حمام قالت لي صفق وطار. لكن ابوي انا ما شيء الا ارد. بالوسواس يلعب في 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 راسه، ما شي يسوي عن الوسواس. ورد ابوي البيت، قال ابوي انا رديت من الدوام ما ابغي اداوم، بحط راسي وبرقد واشوف عمري عيزان يم عيالي. قالت له ابدا تم اللي تشوفه مناسب، رمس ما رمس عنده حطه وروس بيرقدون. عينا من الله خير. يوم ابوي عده في نص الرقاد يسمع الريل حركه، ترى يوم الاوف ماله مفروض ما يكون بايد، سمع حركه ولانه يدغش ولانه ريال. قال حق حرمتي يم فلان يم فلان قبضي، بسير يبن الصراي الفنر وبيب السلاح قبضي. قبض اثر الحرمه الريال، صار هذاك الريل فقير على وجهه يجيب السلاح ويجيب الصراي. نشت ويوم حادث صار فتشي الريال ويجيب الحمار، عندها حمار هناك طرف الخيمه وقبضي. قالت له الحين انت بالله يوم لياب الصراي عاده الحين انت موعنا نص الليالي عاطني مقبضني حمار؟ ايش تبي تقبضني حمار؟ قتلتنا مرقاتنا اسميك انت وفيك وما يخطيك وفيك وما يخطيك. قال يا بنت حلانه الحين قبض انك ريال، كيف كيف تردين لي حمار؟ قالت ابوي انت ما قبض ريال، اللي قابض 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 حمار، هذا ما بريال. نش عاد هو تلحلح وتسمت صج ذا الوي بالوي. قال هذا دهدار يا عار النسى دهدار، اطعمت سمك اطعمتيني خيار، يبتلج حمام قلتي صفق وطار، قبضتك صحيبك قلتي لي هذا حمار. سمعي يا بنت الناس لمك شيرت حطي بويه في الخري على الحمار وبيت اهلك العين ما شافت، هذا وانا حاطنك في صحراء لا حنيس ولا ونيس كل يوم داهتني بحد مضوتنه، عيال انا مخلنك في نص البلاد شو بتسوين؟ بتظهرين لي قرون؟ وافتك منها ابوي وطلقها، هالعين ما شافته. العبره على الله يحفظكم في هالخروفه ان الانسان بوجه عام كان ذكر ام انثى اللي يبغي الفساد وما عنده دافع ديني، ما عنده حسن تربيه، حسن سلوك، ما يخاف من الله ولا من رسوله، فلذلك ابوي هذا ما يمنع شيء. لو تحطه في شامخ يبل، لو تقفل عليه ب600 قفل تعقه داخل طويل، ليه يبى شيء ما بيغلبه؟ اذا ما في واعز، ما في يعاز من داخلك رغبه بالامتناع عن فعل الرذائل ولا فعل الشيء المنقود ولا فعل الغلط، ما في قوه في الكون تقدر تحيدك عن دربك هذا اللي انت فيه. مدامك ناوي على الضياع وناوي على الضلال بتم فيه لين روحك تعزم، روحك تنوي انك تتوب تفتك من هالصدعه، رب العالمين بييسر امورك، ما حد يروم يحبس حد. والكثير من العوائل مثلا الله العياذ بالله اللي عنده مثلا عيالهم انا اعرف كذا عائله يعني عيالهم مدمنين مخدرات، شو سووا؟
سفروهم آخر الدنيا، بدلوا دمهم ويلسوهم في مصحات وغربلوا عمارهم، خسروا عشرات الملايين. يوم ردوا بوي البلاد ردوا على أصحاب السوء، فأصحاب السوء ردوهم في جيل يا رب ارحم، يعني رزوهم ويا الجنة هبطوا ويا يريد. ما شيء فائدة الإنسان إذا ما تصلح نفسه، لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يوم أنت في الذات ذات نفسك ما عندك قوة رغبة وإرادة أنك أنت تغير نفسك من السالب إلى الموجب، ما بتغير رب العالمين أبوي ما يغيرك إلا إذا أنت عندك الرغبة الصادقة، التوبة النصوحة، فرب العالمين بيسر أمورك. مرد البلاد من عقب هايش الغربة وتعبت وياها هلا واخوانه وامه وابوه، خسروا ملايين. رد ابوي في عامله، رد ابوي في نفس المخدرات اللي استعملها من عقب غسيل الدم وغيروا الدمامين وعزرايين طحنة الزمان، كم بذلوا عليه من الملايين. ورد ابوي هبل لحاله، اعرف عشرات الحالات، حد منهم ابوي، حد منهم من قضى نحبه، منهم من ينتظر، حد منهم قص قطعة وتذكره وماتوا. هي اللي روحه ما ينصح عمره، ما حد ما شيء فايدة، بيعالجونك مرة مرتين ثلاث، ترد في عامله مرة ومرتين ثلاث، ما شيء فايدة. رب العالمين يمهل يا غير ما يهمل. والحرمة الصالحة، حرمة صالحة طال الزمان ولا قصر، اللي فيها وضاري على درب الخنا ما تودر خناها إلا إذا إنها بتوب توبة نصوحة. فالحريم الأول لا تسيروا بعيد، الوقت اللي خطف الريال يمدون الغوص ويسافرون بالأربع شهور وست شهور، من اللي يربي العيال، من اللي ينشب البيت؟ الحريم، الحريم أبوي هن كل الكل في الكل، قال لكم ساعة الحريم هن الكل في الكل. إن صلحت الحرمة صلح البيت وصلحت أمور البيت، وإن اندمرت الحرمة دمر البيت ودمر كل أمور البيت دمرت. إذا الحرمة خراب وإذا الحرمة صلاح، صلحت الدنيا وصلحت الإيران وصلحت العرب، حتى يليسة البيت زوار البيت يغدون من النخبة. ليش؟ لأن راعية البيت من النخبة صالحة، حرمة صالحة. لا تسيرون بعيد، في السنين الأولية في الوقت الأولية لبهات وليدود صاروا يكدون الغوص وسافروا تغربوا من بلد لبلد يدورون الرزج والكد الحلال، يطعمون عيالهم ويتسون ويسترون حالهم ويميرون بيوتهم. منو لي رب العيال؟ الجيل هذا اللي ظهر في السبعينات والثمانينات من وزير وسفير وقائم بأعمال، هل وين ظاهرين؟ أبهات أمهاتهم خريجين سانت هيرس؟ ما حد بيخريج سانت هيرس هاك السنين في الستينات والسبعينات، من الجيل اللي نحن نعرفه واللي لحقنا على عيالهم سفرة وزراء، كلهم أبوية اللي ربتهم حريم عصمليات. فلذلك الحرمة انجادت، الحرمة انجادت، اي انتاجها الأم جيد وانتاجها مرباي وعليه رضوان من الله وخايفة من الله. الأم مدرسة ان اعددتها اعددت شبا طيب العراقي. يلا بس عاد عليكم وماشي، ترى رامس بني لين اوصل الشويهات، لين اوصل البحر ما برمس، مشان اللي يبغى خريطه حب، هل شفت الحب الشمسي هذا؟ انا وايد احبه، وبيلس اللي تشك وتشك لين اوصل عسب ما يلس ارمس ويخطف علي، يعني ما في عرادارات عاد حنت الزمان الله امس مسدد يميع اللالات. يلا في مال الله بنرمس خلاف في الليل في البحار ولا شياته، ما ادري وين شفت شيء فيه هبه رمس وهدربان وياكم، بعد ما بقلب عني يمكن ارمس وياكم. Assalamu alaikum, marhaba million, halal al-qadri. I'm having some hawa arabia, some nice tea. Assalamu alaikum, halal al-qadri. I am hungry for fish. I saw that kebab. Why don't you and I together, we'll barbecue some kebab, we'll go to your ezba, and we will talk and become good friends. I would like that. Ciao, arrivederci, my friend. Halal al-qadri. Mahaba million, Sheikh Barak, Salam Alaikum, my friend. I hope I meet you soon. Maybe we go to desert together with group and we do barbecue and have some uzi. Okay, ciao.
Salam alaikum, mahaba sa, mahaba million, boom Hamid. Boom Hamid, we need to get together and we'll make some duwaba Khalid al Khalidi. Okay, some fish, some guzi, some laham. Together we will cook. Okay, you and I will go to Ezba, have guzi, and have all of this fine food. Okay? Arrivederci. Ciao. طالع هذا يا فيها على هالحالة على هالحالة طول الطريق. اي مرحبا مرحبا. زين هي هي ما اسمعك. وين اسمعك؟ تحيدون هاليلسة هذه. وصلت الحين لي أكثر من ساعة إلا رب. جيت أبوي لأن أبو محمد مجابر هالمعمل. هذا لا هذا ها محمد وتبج اللي هناك معاميل ودنياها وقابض أبوي فو. يا سلام شو هذا الحين؟ شاي حليب. بعد عندك المعلم المعلم ليش بس ها قوت سلام عليك حافظ الله على قوتي سلام عليك كيف حالك بعوش ما يقول لا بعوش مره ما شاء الله ما شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اقولكم ناخذك قال حق البحريه يصير يصيدوا لنا شويه سميكات حق صاد شيء. شو بربر هل ما نحسه. تعال 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 تعمك الحلاليه افتح راوني شو سويت. انت جيب نال انت جيب نال نسيت اجيب لك نعال انصب وصلني يبني نعال نسيت نعال تبارك الله من حسك. ايش مخططات يا سلام هاك وين صايد لنا عند البيت ما شاء الله اسمع الحين شوف انت جلب الجنب الاول الثاني حمد المايات وارمان اي والله طار طرف صغيره لا شويه بعد بعد ما بعد لا شبعانات صيد ليل قدر طول نهار هني اسرطل عسل والله عليك تعال 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 كيف كنت نصاصه هذا القصاص صغير انت ما بتودي الكلب هذا عنك ما بتودله هذا 25 هبه شيء 25 رصاصه بين حياتك يا الكذوب ما تكذب هني قام هني كم هذا هني 8 تعال 8 هني قام هني 5 اشوف اشوف مسوي مطفيه يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام بسم الله اشوف قل هو الله احد قل يا الله يا الله مقطعك ها عقب عشاء بعد عشاء متى خلاص عشاء ايش هالساعه يلا نخلص مر على طول حط عشاء ان شاء الله تريح هنا ناخذ ابي عشينا قبل هذا ابو احمد عبد الله بن سالم القبيسي بس الدكتور يعطي نسيم صديق خالد ياخذ من الدكتور صديق ابو هذا الشاب صديق هذا هذا الشاب ابو صديقي الشيبه ابو عبد الله ها ابو عبد الله مرزوق مرزوق ما بصويح لا خلينا ولا عدمنا من هاك الوي بسم الله شو فيه يقول ما محمو جايت النعيم بسم الله عليك يا ابو عبد الله الله يعودك ان شاء الله يعود فيك ان شاء الله قميضة نحن ورين هالمعمل وانت ما بعدنا من حارث يقول لك كان يقول لك حارث رضاخ سواله
تعال تعال ياي. اي عبدنه كسره. سلام عليك. زين اقول لكم بالنسبه للياساتي خد من الخنفروش اللي بطرش لي ممكن ابوي على السناب ابوي ماروم. انا ما عندي هالي يسرق الافلام الفيديوهات برنامج هالي يشل الفيديو من السناب انا ما بعندي. فلذلك ابوي انا كل دقيقتين ثلاث كل يوم يومين احط رقم مال مال حكاس يصورني بعد بكسره واتساب مال الواتساب اللي يطرشون المشاركات على الفيديو شيء رقم واتساب بدل ما تخلوني ايلس اصور من تليفون لين تليفون يظهر ما بواضح عندب انه داخل الواتساب كل دقيقة توني حطيت لك اياه وليه منكم بتطر الشيء انا ما بشيل من السناب اللي ممكن تبع شيء مشاركة تطر شغلها داخل الواتساب الرقم هالدولي وبحط لكم اياه حين انت تطرشن في هذا وكم ودي ودي قايل لكم ضيفني على الدولي ومرة ما يهمكن واحد لا تقولوا لي ما في مثله بالعالم كله من امريكا الجنوبية للشمالية لا تقولوا لي مرة حلويات وما ادري شو امك مساعة ما يول ما يجي شي هل اللي تقولونه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله تفتل الشحن هذا كله الحينه؟ ايه سبحانك يا رب اللهم لك الحمد شوف هالكريدي سحبان فيكم يا سلام سلام سمي بعد شو اسمه؟ يا مالك اطنا عنفوز محمد يا. محمد اللي حقي انا خليه يسوي ناضي زياده كيف شلالي؟ لا اريده شويه فيه ينحقه شويه حريج شويه لحم مال احمر اريده انا يا بارك الله فيك ما يمشي هذا انا اريد انا حقي انا انت ما يخصك فيه هذا كيف يدي له كلش يدي ثاني هذا يدي حمر انا البلد يدي حمر شو ماما نسيت شو ماما مالوكم يوم تقولون هذا وغد الوغاد اللي في الدنيا كلها فيه والله اني اقول بس عليه خليه النمونه مغايب لا الا على هو يعني ما يسوي الا اللي هو يباه كانه هو اللي بيسرطه سرطكم ما سرط يدي انا غدانا هذا عشاني على الله يحفظكم عيش ابيض قحي قحي مبحلك سوكه وهذا ابوي مقلى ومشواي ومطفي وسلطات وخيرات الله الحمد لله وبعد قال مبارك لي ابوني بين متى ما حولي يجي هذا ابوي خذ من حار بحار اللي باه نهايه الساعه لكم انا ابوي كلت هناك سمجتين والثالثه هكي توني بالي ببتها يا غير جيت ابوي غرت هني لين هذا الطرف شفت شيء صريجه يعيش العين شوف الله عليكم شوف الشحم شوف الشحم في ذمتكم شد حد شاف شحم هالنمونه في صافي تلوموني هذا ابوي اللي تام الحين من الشحم تام 10% وال90 ابوي كذا انصهر يا ركم الله يا ركم خيبة بغيت أتخرطة عليك بالعافية أبو عبد الله عليك بالعافية وين منهن؟ لا 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 لحك الشرع الكل ياكل تبن من عقب هالمشواي لا نبل لا المقلة ولا المطفي مصوبك أنت هو أبو أحمد زين هذه يا خل عادة هذه أبو هالكل في الكل هذا منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر زين شو اسمه مركز ابوي سيرتنا على الله يحفظكم الحينه دشتنا هاي دشت البحر الحينه مره فارطه سمعتوا في السيره الدشه الفارطه هذه هاي دشتنا الحين دشت البحر الحين في هالوقت فارطه يعني ما مال شغلنا نحن يعني الحين مره على ظهور القمر البحر طايح نعم على ما قالوا هالبطين فرايه وانا انزين ماشي خلاص ما في خلاف مرة ما قلنا لا زين يا قير انه خذا يقول متفائل خير نحن دوبنا متفائلين بخير يا قير الماي مرة تحاصيل ها شوفوا ها يعني اكبر كمية اكبر مساحة بحر بورد ثبر اليوم
وقمر الحين بيظهر. شو بقول لكم يعني ما بول معتبر صيد لكن رجع عند الله. البحر بارد. ماشي بحر مرة. كم مشيت نحن تعوي البيوت غطا عن النظر. سيرتنا حين سيرة خفيف خفيف. ما بسيرة ها صبروا 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 صبروا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله واحد. دعت الله يا الفريج دعت الله يا الفريج. ياكم الخير ياكم الخير ياكم الخير ياكم الخير. ما شاء الله تبارك الله تختب انت ما شاء الله. زريدية جش خيرات الله كلها. زريدية جش زريدية جش بديح. لا بديح ما شيء بس زريدي وجش زريد وجش زريد وجش. الحمد لله نعم نعم ماشي. 10 دقايق غمض شيء قوي بيبطات بعد كم من قابطه. الحمد لله. يا سلام يا سلام. شيء يعرف وشيء ما يعرف. كل قطره غنيه. واحد الله واثنين ثلاثه واربعه خمسه وسته. تبارك الرحمن ما شاء الله ما شاء الله. شيء في القبيب وشيء فوق شيء سفل. ابدا من كل اسمك شفتي من كل اسمك. تبارك الرحمن تبارك الرحمن خير الرازقين. ها ناخذها اقوي. ها ايش رايك؟ مبروك مبروك. اقول لك انا بكبري مبروك. ما يحتاج محمد الحمد لله. شيء جاي لنا يا هو صليج يا هو صليج يا هو صليج. شيء اصفر 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 جولدن جولدن. شيء شيء اصفر شيء ذهبي شيء تبارك الرحمن خير الرازقين. عيال ما يثبر والله العظيم. يعني قلت ما بنصيد شيء انا. اللهم لك الحمد نعمه يبالها الحمد والشكر. الرز يبقى غفله بس علينا بس علينا بس بسنا فلوس بسنا فلوس يا سعد بسنا سمك بسنا سمك. هناك بعد بيضه جايه. لا هناك كامل بيضه. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. تصيح اذنيك يا مرزوق تصيح اذنيك يا مرزوق تصيح اذنيك يا مرزوق تصيح اذنيك. ما شاء الله ما شاء الله. الغزل ابيض 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 تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما بلقاط لا شيء تبارك ما شاء الله. ما هاي بعد بلية والمة الماي تحاصير. اي كيس واي كيستين ما شاء الله. خير فضيل اليوم خير فضيل. اللهم لك الحمد. من يجيك عاد هذا الجولد اللي يتسالق هاي الذهبي هذا ابدا رغبوك سكر الباب. شيء ذهب ذهب ذهب. كان حد يظهر من البحر ذهب. اليوم ابوي محمد والبنقال يظهر ابوي ذهب من البحر. شيء صليجي عشي جدام جدام بعد لا لا عساس. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف الله عليك مصفى البحر. سير ابوي اللهم لك الحمد. سير تكللت بالنجاح هبأت بالفشل. لا تكللت بالنجاح ولله الحمد. هل الماي ابوي مره تحاصيل. السمك بعد ما خلصوا بعد ما خلصوا من يخلصون بي محمد لا تثلجون. وقت الثلج تزقرني بصور زين. كرهت يا المكروه. شيء تول تول ما شاء الله تبارك الرحمن. ابو محمد كل واحد الحمد لله. شوف الله عليك شوف القبقبين مره على السيف مره على السيف. ها ابوي خيرات ابو ظبي. ما بلازم تصير ابوي لي غبه تدور لودان ابدا. يجيك ابوي رزقك مره على السيف.
الحين كل هالعرب ابوي تصير تدور لو دام في القبيب وراعي ابو ظبي ما شاء الله ييه الخير مره. طار ربيان على الدرج. شوف الربيان وين الربيان؟ ما شوف الربيان هذا. ها هذا صغار ربيان شوفه ما شوف زين هذا. ها ها اكون دفن شوفه قرب الله الربيان شوفه. شوف شوف هذا سبحانك يا رب. ربيان هذه ربيان وشنقوان وقبقوب يا ريان اروح اصيد انا هني. هاي الربيان شوفوا سبحانك يا رب. خابي تعال بالله تم بهينة مقواها مقواها صغار شيء صغار. أنت مرزوق هلال كم من يوم يا جماعة الخير ترى بيايتنا وصام من مرزوق بن محمد بن سيف ما بصاحي يقول أبوي يقولوا حق متابعينك يدعون لي إني أقدم خير من أسبوعين أبوي ضارب لنا وريم وبغيض في بطنه من تفخ ما أدري شو متعشي وضاربت لنا غيره من عين. لا 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 ما يخصني أنا من كثر ما يصرط الدعول ان الله يعافيه ويعافو عنه. هو الله انه وصلني يقول قال يقول حق متابعينك يدعو لي مرزوق وحليل ربيعنا اخوه لال الله الله فيه يستاهل كل خير حيث انهم عيال سماميك ابوي يصبحون ابوي يمسونها. ها عيال السماميك خلكم انتو عيال بابي ومامي وبابا وماما هناك ياسين ابوي غير. ها شو ها وين شو صدتوا؟ خشمة شو صايدين؟ صدنا صدنا شو صدتوا؟ شمش خلاص وين الشمش؟ وين الشمش؟ ها صغيرونه وحده عادي عادي كيف حالك؟ الله تابوك انت بعد وين ابوك؟ ولا هاله ببيتكم ولا شيء ياثر بيتكم ولا ابليس مضيع عياله يا ربي اي بيموتون على السمك. هاي عيال السماميك لا لا زيادة عن واحد ونص. لا 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 كيف يجي زيادة هي. أنا الحين ركب واحد فور يجي شوية إذا صغير ركب يجي تنين هيك الحمد لله. حجم زين بعد من كل سمكة زريدي وايد فيه ها؟ ليه ما شاء وين زريدي في أي مكان داكن جلبي شوي فوق تحت محمد حق صورة بس خلي هنا سيبو بعدين بدي أشوف حين كله بتشبه داخل هناك؟ ايه يلا يلا ايوه حق التصوير يجي يجي لأفر عشان طوال هذا يزبو واجد شغل أعرف ليش؟ ها؟ كيف تعبان؟ واحد غزل أربط خمسة يوم ليش؟ ما شاء الله يولي تعبان الزهر تعبان يوم تقبض معاش ما في تعبان؟ مين؟ يوم وقت يشيل معاش؟ هي شوف شوف أربط أنا سوي أنا سوي طوال مثلا لا لا أنت ما في زمن أنت ما يسوي فيديو والله هذا ما في زين.